التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، السلطة التشريعية وهي البرلمان بغرفتي، مجلس الشيوخ والبرلمان. والسلطة القضائية بقى ثلاث سلطات: التنفيذية، التشريعية، السلطة القضائية. ونحن الآن في شهر أكتوبر 2020، هذه الانتخابات البرلمانية. وهذه بعض أشكال الدعاية للانتخابات البرلمانية 2020. مسيرات في الشوارع. لا
الدكتورة إيناس فؤاد. هذه كما ذكرنا أشكال الدعاء الانتخابية في البرلمان 2020. هذا ما لدينا عن الانتخابات البرلمانية وشو.